إذا كان حضور البراك والجاري على مائدة رمضان العنابية إجباريا طيلة الشهر الفضيل، فإن إعداد المرقة الحلوة في اليوم الأول تعد ضرورة حتمية لضمان حلاوة الصيام، والمحافظة على العادة تجلب استمرار السعادة. لازم مرقة حلوة نديروها عنابة كاملة، كي نقول لك عنابة كاملة، ما كانش دار ما تلقاهاش فيها مرقة حلوة. احنا فوقنا لقينا ولدينا طيبة مرقة حلوة نهار الاول رمضان، عادة جدود. احنا عادتنا في رمضان نتبعوا جدودنا، معناتها اول يوم في رمضان ان شاء الله نعملوا مرقة حلوة، ومرقة حلوة الطريقة تاعها سهلة خلاص. من العادة كل عام كيما هكا باجي رمضان حلو علينا. خيارات حواء يستقبلها آدم بصدر رحب. المرقة الحلوة هي كما يقولوا طبق أساسي سيرتو في النهار الأول. العادات نتاعنا نقولوا المرقة الحلوة باش تعدي إن شاء الله، نعدي رمضان كامل حلو إن شاء الله. دخلت رمضان النهار الأول نطيبوا الحلو بيجي رمضان حلو. وننسيتي حتى على المدام فطيبها لي. الشعب العنابي نهار الأول تاعو رمضان نطيب مرقة حلوة، شوية عين بقرة وزبيب ومشمش ويخلط فيها شوية فواكه جافة من كل أنواع. تتفنن الأنامل العنابية طيلة هذا الشهر في إعداد أشهى بل وحتى أفخر الأطباق، لكن المرقة الحلوة هي نجمة اليوم الأول التي تأبى الأفول وحلاوتها تسلب القلوب والعقول.